يا مو قال انتبهي كتير منيح، هاي مركزة باليوم 3 معالق فقط. لك شو عم تعملي؟ لك قال لك مركزة 3 معالق فقط ولي عليها هلا بتختفي. هيك انت حالي فربرة مشان تعمل مفعول الصبح بصبح الحيفة. لك طيب يعني حق 10 متليك ما زمزي عليها شوي 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 اشربيها شيء، اعطيني شفة لقرشي. شو بدي مزمز فيها؟ هي كلها كاسة الشاي، فكرت حالي عم اشرب شاي. شاي؟ ليك اذا بتطلع شربيت شاي بدي اخرب لك بيتك انت وابو عبدو، فمان؟ روح الله يخلي لي اياك يا ابو حدو، ما يحرمني منك طول العمر يا حبيبي انت. مشان شو هذا الغزل كله؟ لانك جبت لي دواء التنحيف وما كسرت بخاطري. انا بقدر ما لبي لك طلباتك يا زوزيتي الغاليه، كم زوزيه انا عندي، بس يعني بصراحه ان شاء الله ينفع وانا خايف من شغلتين. شو هن؟ اما تطلع شربت شاي مثل ما حكيتي انت ونكون اكلناها، أو تطلع بالفعل بتنحيف وانت على هالشرب اللي شربتيها تقومي تختفي من حياتي. هلأ التاني أسهل. هلأ هاد مهم عندك يا أبو حدو إني اختفي من حياتك؟ لقع بمزح معك. هلأ مين عندي بحياتي زوزية غيرك أنا؟ لك تكفني وتقبرني وتشكل آسي وتطلع على قبري. شو يا عزيمة تموت؟ نامي اندفسي خلصيني.